الله سبحانه وتعالى حمانا في هذا البلد من الشرك ووسائله، أي عبادة غير الله أو التوسل بغير الله من الأولياء الصالحين، ولكن ماذا عن عبادة الجاه والمال والمناصب؟ والرسول يقول ما معناه تعت عبد الدينار إلى آخره. هذا خطر عظيم، هذا خطر من حذر منه، فإن حب الرياسة حب المال خطير جدا، عبادتها أن يرضى لها ويغضب لها، هذا نوع من الشرك الأصغر، ينبغي الحذر من ذلك. وإنسان حبه وبغضه من أجل الدنيا ينبغي الحذر من ذلك، هو إن أعطي رضي وإن أعطي سخط، هذا كثير من حال الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل هو يحب للدنيا ويكره للدنيا، هذا نقصه في الإيمان وضعه في الإيمان. الله المستعان.